سيرك عمار، الكل سمعنا به، بصح ما لبناش بلي حكايته بدات في برج بوعريريج، وين أسسه الجزائري أحمد بن عمار القايد. أحمد بن عمار انزاد عام 1860، وكان يحب الحصونة ويعرف يركب، إما لبدا يدير عروض فنية بالعواد وتشهر هكذا بالخف في منطقة البرج. ومن بعد في 1890 طلع الباغي وين قدم موهبته تاع الفروسية وزاد معها فرقة راقصات ولاد نايل، وهكذا أحمد عمار دار سكسي كبير. إما لبدا يحوس يشري حيوانات واحد أخرى باش يربيهم ويدير بيهم عروض جديدة. وفي فرنسا تعرف فاميليا تاع الكور اللي يربيه ويصيدوا الحيوانات المفترسة، ما لشرى من عندهم ديب كبير. وعشق تاني عمار في واحدة من بنات هاد العائلة الفرنسية وتزوج بيها وجاب معها 6 أولاد، وهكذا كونوا مع بعض عائلة السيرك عمار اللي تخصصت من هذاك الوقت غير في تدريب الحيوانات المخيفة. عمار ولا مختص في تربية السبوعة، وفي 1909 قدم في باغي عرض جديد ويخوف بزاف، وين ولاده كانوا مازالهم صغار كانوا يقابلوا السبوعة ومربينهم على يدهم. هاد العرض دهش الناس وولا ولاد عمار معروفين بزاف ودخلوا في تاريخ تاع السيرك، وملتم ولا اسمهم مشهور بزاف. في 1913 توفى أحمد عمار وخلى السيرك لمرته وولاده اللي كملوا يخدموا عروض أروع فيهم كل أنواع الحيوانات كما الأفيال، الدب، النمر وحتى الضبع، وداروا هكذا في كل أوروبا وشمال إفريقيا. وبعد موت ولاد عمار الاسم تاع السيرك بقى مشهور، إما لشراوها عائلة طليانية واسمها بوغليون، ومازالهم حتى اليوم حاكمين اسم عمار في أوروبا اللي فرح الكبار مع الصغار منذ أكثر من 120 سنة. وحنا نحكيو على زمان نقولوا محلاه سيرك عمار، ومحلاه هذيك الفرجة اللي تدخل قلوب الصغار والكبار الفرحة والبهجة.